قم في الفجر نشيطا وابدأ حين تقوم بذكر الله وتوضأ بنشاط هيا لا تستصعب برد مياه واستقبل قبلتك وكبر لا إسلام بغير صلاة صل بإخلاص وخشوع وانوي العمل لوجه الله واعلم أن صلاتك صلة بين العبد وبين الله تمم أركانا وشروطا وادع بأن يقبلها الله قم في الفجر نشيطا وابدأ حين تقوم بذكر الله وتوضأ بنشاط هيا لا تستصعب برد مياه واستقبل قبلتك وكبر لا إسلام بغير صلاة فرضت في يوم الإسراء بمكان عال وسماء هي تزكية للأخلاق هي تطهير للإنسان من أداها دون نفاق زانته بنور الإيمان قم في الفجر نشيطا وابدأ حين تقوم بذكر الله وتوضأ بنشاط هيا لا تستصعب برد مياه واستقبل قبلتك وكبر لا إسلام بغير صلاة إذ قبلت مني صلواتي في الجنة ترفع درجاتي وأؤديها طول حياتي إن شاء الله بإخباتي ورجائي دوما ودعائي يا رب تقبل صلواتي.